بالمراجعة في التاريخ القديم وأصل التعاملات في العالم منذ فجر التاريخ، وبالبحث في كتابات المؤرخين اللي قدروا فعلا ينقلوا الصورة عن أشياء كتير، كان لازم في البداية نتعرف مع بعض عن أصل البيع والشراء وأصل العملات في العالم، وإزاي وإيه هي أهم المراحل اللي مر بها الإنسان عبر التاريخ القديم علشان نوصل للتعامل الحالي، وإيه هي نقطة البداية. نقطة البداية اللي كانت عن طريق التبادل، أو كما كان يطلق عليها نظام المقايضة، النظام الشاق على كل المتبادلين، واللي كان بيستمر الأيام وشهور حتى إتمام العملية. وبالبحث في المخطوطات القديمة والكتب القديمة لم تثبت إن شخص أو دولة هي التي وضعت أساس نظام المقايضة، النظام اللي أصله بشر عفوي، يعني الفطرة البشرية إن لو واحد يمتلك سلعة وغيره يمتلك سلعة أخرى، وبمرور الوقت واحتياجه للسلعة الأخرى فبدأ العرض على الآخر مخالطة السلعة، وبعد فترة صاحب سلعة أخرى يتبادل معاه، وهكذا حتى اتسعت الدائرة بينهم لتتجاوز حدود بلادهم، وهكذا الحال بين الشعوب. لكن هنا كان في ظلم كبير في المقايضة، يعني لو أنت تمتلك بعض الأسماك وغيرك بيمتلك بعض الأبقار، فهل يأخذ مقابل بعض الأسماك بقرة؟ وطبعا لصعوبة وضع مقاييس أو اقتسام لتلك السلع إلى نصفين مثل الأبقار والماشية، من هنا بدأت بعض البلدان في وضع معايير وبدأوا عمل مقياس عام لبعض السلع بحيث يكون مقبول لدى الجميع، زي المصريين اللي استخدموا القمح، والإغريق اللي استخدموا بعض الحيوانات، والهنود الحمر اللي استخدموا التبغ، والصينيون اللي استخدموا السكاكين وأدوات الصيد، وهكذا أصبح لكل مجموعة بشرية النقود السلعية الخاصة بها، وباستخدام هذه السلع الوسيطة بالسلع النقدية أو بالنقود السلعية. ومن هنا تحول نظام التجارة القائم على المقايضة سلعة بسلعة أخرى، تحول إلى نظام تبادل يقوم على استعمال النقود البديلة اللي هي مازالت سلعة أيضا. ومع مرور الوقت واحتياجات الشعوب الكثيرة وكثرة الشعوب للتبادل ولمشقة التبادل في نقل السلع، كان لازم يكون في بديل، بديل بسلعة أخف في الوزن وتقبل القسمة أو التقسيم على أجزاء. ومن هنا بدأت البشرية في التفكير، فبدأوا في استخدام المعادن النفيسة كالذهب والفضة. ومن هنا بدأت البشرية في استخدام المعادن النفيسة كالذهب والفضة لسهولة حملها ولسهولة تقسيمها والاحتياج بعض الحضارات ليها. ومن هنا بدأ الإنسان في تشكيل تلك المعادن حتى تكون متساوية الأوزان، دائرية أو مستطيلة إلى آخر الأشكال، حتى تكون مقاربة في أوزانها، وبدأ بالفعل العمل بها بين البلدان والحضارات القديمة. ودي كانت النواهي الأولى أو الخطوة القريبة لصك العملات، وبدأت بعض البلدان رسم رموزها عليها على بعض تلك العملات، ودي كانت بداية الاقتصاد العالمي لبعض تلك الدول. ومن هنا اختلف المؤرخون والعلماء في تاريخ أول دولة فعلا تمت صك العملات وتم التعامل بيها، وده اللي هنسرده على حضراتكم خلال الحلقة، ايه هي اهم العملات اللي تم اكتشافها واللي ذكرها المؤرخين حول العالم حتى وقتنا هذا. يلا نشوف العملات اللي فعلا تم اثبات تاريخ لها وتم فعلا اثباتها. ولو رجعنا للمؤرخين هنلاقي ان هيرودوت المؤرخ اليوناني اكد على ان الليديين كانوا اول من استخدم العملات الذهبية والفضية، واول من انشأ متاجر بيع بالتجزئة، ودي كانت ما بين 600 الى 610 قبل الميلاد، وكانت في عهد الملك الياتس. وذكر ايضا العملة الايوانية انها تاني عملة تم صقها في التاريخ، وكانت تابعة لمدينة ايوانيا على الساحل التركي حاليا، وكان التاريخ صقها ما بين 600 الى 500 قبل الميلاد، وكانت مختوم عليها راس حصان. وهنا ايضا ايد كلام ودراسات كتيرة ان العملة الايوانية هي اول عملة انتقلت من العملات المعدنية للعالم كله، وفي الوقت ده كان فيه العملة الصينية يونغ يوان، ودي العملة اللي أثرت بشكل كبير في تطوير العملات المعدنية حتى وقتنا هذا. وعملة كريشبينا العملة الهندية، ويرجع عمر العملة ل 600 قبل الميلاد. والعملة اللي بعد كده سلحفاء بحر إيجينيا، ودي كانت أول عملة بيتم استخدامها دوليا وعملة معتمدة زي الدولار في وقتنا الحالي. وكانت إيجينيا أول مدينة يونانية تصدر العملات المعدنية، ودي كانت حوالي 550 قبل الميلاد. والعملة دي انتشرت في أنحاء العالم كله وموجود منها قطع كتيرة حتى وقتنا هذا.
وبعد كده كان في ازدهار في العالم أجمع، وسباق بين البلدان والحضارات لصق عملاتها المختلفة، وبراعة في تطوير النقوش الخاصة بالعملة سواء من الذهب أو الفضة أو بعض المعادن الأخرى. وهنا كان لازم يبقى فيه سؤال مهم ونرجع فيه إلى المؤرخين، ليه المصريين القدماء والحضارة الأقدم لم يتم إثبات عملتها أم لم يكن لديهم عملات؟ وهنا نجد أن المؤرخين عند ذكر العملات المصرية القديمة لم يثبتوا أو ينفوا وجودها، فالثابت عند المؤرخين حتى الآن والعلماء عن الحضارة المصرية القديمة من أول حضارات اللي استخدمت المشغولات الذهبية والمشغولات الفضية وأول من عرف تشكيلها في العصور القديمة، ولكن الثابت عند المؤرخين إن المصريين القدماء استخدموا الذهب والفضة والقصدير والنحاس والحديد في صناعة العملة بدلا من المقايضة، وكان معيار السلعة بوزن العملة، بوزن العملة المعدنية مع وضع ختم يدل على قيمة تلك العملة، وتم صق أول عملة باسم الملك المصري أو الفرعون المصري تخوس، وتحديدا في عام 350 قبل الميلاد، وكانت العملة تسمى نوب نفر وتعني الذهب الخالص. ثم بعد انتهاء العصر الفرعوني وتحديدا في عصر الإسكندر الأكبر، فقد استخدم المصريين القدماء النقود في التعاملات اليومية بعد أن كانت تستخدم في التبادل التجاري فقط، وتبقى المصريين من أوائل الحضارات في العالم اللي استخدموها في التداول الداخلي. وفي سنة 306 قبل الميلاد كانت شاهدة على صنع أول النقود المصرية المستقلة التي صنعت من الذهب والفضة والبرونز، وخلال فترات مصر التاريخية كانت العملة تحمل صورة الملك الحاكم بداية من كليوباترا إلى الرومانيين حتى العصر البيزنطي. وبعد فتح مصر استخدموا المصريين الدنانير والدراهم المستخدمة في الدولة الإسلامية، ويستمر التطوير حتى الآن ليس في مصر في حزم بل في جميع أنحاء العالم نحو التطوير للعملات من مشارق الأرض لمغاربها. وبعد البحث العميق في كتابات المؤرخين واكتشافات العلماء حول العالم، سوف تبقى تلك العملات شاهدة على الحياة البشرية حتى وقتنا هذا، ويبقى الخلاف القائم بين المؤرخين عن من أول من صق العملات في العالم وعن تلك العملات. فيقول المؤرخين والعلماء إنها لا تقدر بثمن، وستظل تلك العملات القديمة من أهم الشواهد عبر التاريخ عن التطوير البشري منذ فجر التاريخ إلى وقتنا هذا. ويقولون عنها هي نتاج بشري برع فيه الإنسان في استخدامه من توفير حياته اليومية وتسهيلا وتيسيرا عليه. وإلى هنا تنتهي رحلتنا عبر التاريخ وروايات المؤرخين واكتشافات العلماء حتى يتم اكتشاف ما يثبت أحقيته بالأقدم حول العالم. وفي النهاية برأيكم ما هي أقدم عملة في العالم؟ وهل في يوم من الأيام سوف يتم اكتشافها وتثبت أحقيتها بذلك؟ اترك لنا ذلك في التعليقات.